السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل فاميلي وتكون وول، يعني وول وتكون فاميلي نقدر نحملها في المشروع. كل اللي انا هعمله هقول له موديل ان بليس واختار نوع وول، وبعد كده هقول له اكستروشن وترسم بقى الشكل اللي انت عايزه، وهقول له ماشي هاي في 3D. نعمل سيلكت. طيب دي كده انا لسه ما قلتلوش فينش موديل، انا سيبه هو الفاميلي. هقول له اعملها لي جروب جروب، هتظهر عندي هنا. اجي هنا واقول له انا عايز اسيف الجروب ديت، فهو بتعرف عنها فاميلي، فبقول له ماشي سيفها لي انها فاميلي على الديسكتوب، وهقول له سمي لي دي دبليو اي. سيف. طيب خلاص فينيش موديل او اي حاجه زي ما انت عايز. وبعد كده في اي مشروع تاني هتقول له ان انت عايز تفتح الفاميلي، او ممكن نقول له انسيرت لود فاميلي ونختار من الديسكتوب. دبليو اي، خلي بالك هو ار اف اي فاميلي. اقول له اوبن. تمام، لو جيت في اي لحظه وقلت له بليس كومبوننت هيظهر معاك اهوت، ومكتوب انها وول. لو علمت سيلكت كده وقلت له ايديت فاميلي يظهر عندك انها وول. فاميلي وول. تمام، طبعا هنا مش موجود فيها لان مفيش حاجه اسمها وول، دي حاجه احنا افتكسناها، ضحكنا هكرنا الريفت. تمام، فاميلي وول. تقدر تحط بقى البرامتر اللي انت عايزه.